السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد شديد وأهلا وسهلا فيكم في قناتي التعليمية في هذا الفيديو الجديد اللي هو الجزء الثاني من دورة احتراف تداول الأسواق المالية. في هذا الفيديو اليوم راح نتكلم على إشي جدا مهم وخطير اللي هو الريسك مانجمنت، إدارة المخاطر، لأنه هذا هو أهم إشي في التداول. شباب هلأ الفيديو السابق اللي هو دورة اللي كان عن بيتكلم عن فوليوم بروفايل، نتائجه كانت او سببه انه عملناه عشان نعرف كيف نختار نقاط الدخول ونقاط الخروج، يعني نعرف كيف نشتري عملة، نشتري سهم، نشتري اي شيء بسعر قليل ونبيعه بسعر عالي، نعرف متى ندخل ونعرف متى نطلع. فهاي كانت سبب دورة الفوليوم بروفايل، احنا ليه تعلمنا الفوليوم بروفايل؟ عشان نعرف نحلل ونعرف الدخول والخروج ونشتري بدري ونبيع لما يطلع السعر. فهذا تعلمناه في الفيديو الاول. الفيديو الثاني اللي هو جدا مكون جدا مهم للتداول او لاي متداول، اللي هو اداره المخاطر. اذا انت بتعرف كيف تدخل وكيف تبيع وكيف تشتري، شو الفائده على الفاضي؟ اذا ما عندك اداره راس مال واداره مخاطر صحيحه على الفاضي، راح تضيع فلوسك وراح تخسر 90 لاكثر، حقيقه هو 99%، لكن نعتبرها 90% من المتداولين بيخسروا في السوق. طب ليش؟ الجواب على هذا السؤال لأنه ما عندهم إدارة رأس مال صحيحة، ما عندهم إدارة مخاطر صحيحة. طيب شباب، عواميد الأساس اللي بتكون التداول أو المتداول الناجح ثلاث. الأولى اللي هي know how، يعني تعرف كيف تتداول، اللي هو تعلمناه في الفيديو السابق الفوليوم بروفايل. اثنين، إدارة المخاطر. ثلاثة، النفس، ضبط النفس، ضبط النفس. إذا ما عندك الثلاث أمور هاي ما حتعرف تتداول على الفاضي. واحد يعني زي الكرسي له ثلاث اجرين، باجرتين بوقع، باجر بوقع، لازم الثلاثة مع بعض. فلذلك هذا الفيديو ان شاء الله حيكون فيديو جدا مهم وضروري وجدا خطير، ضروري تشوفوا هذا الفيديو، يعني جد هذا الفيديو بدونه ما حتعرف انك تتداول صح. هلا شباب انا بدي اعتذر منكم، بس انا بدي اسألك، يعني سبب خسارة الجميع ويمكن خسارتك انت او خسارة الكل كانت مش انك ما بتعرف تتداول، جد ترك انت بتعرف تتداول، مجرد ما انك تعرف وين تدخل وتطلع ترى انت بتعرف تتداول، مش لازم كل مرة تدخل وتربح، ترى احنا كثير بنخسر. لكن تيجي هون ادارة رأس المال، الكل ما بيعرف يدير رأس المال صح. بمجرد ما تعرف إدارة رأس المال صح راح تكتشف انه انت حقيقة تعرف تتداول. المشكلة كانت انك ما كنت تعرف تدير رأس مالك صح، وكانت الخسارة الواحدة تشيل عنك 3-4 مرات ربح. فهاي كانت المشكلة، تخسر 1000 دولار تربح 100 دولار، تخسر 2000 دولار تربح 200 دولار، هاي المشكلة. لذلك في إدارة رأس المال إن شاء الله هدفنا في هذا الفيديو إنه نحل هاي المشكلة. في هذا الفيديو راح أحكي على مجموعة من الأشياء. الحاجة الأولى ستوب لوس، وقف الخسارة. كيف نحدد وقف الخسارة؟ هل هو بناء على التحليل ولا بناء على نسبة مئوية؟ الشغلة الثانية نحكي عن شيء بنسميه الار مالتيبلز، اللي هي مضاعفات الربح مقابل الخسارة. الشغلة الثالثة حنحكي على البوزيشن سايزنج للسوينجز، يعني كم نستخدم من رأس مالنا في الصفقات اللي مدتها فوق الساعة، صفقات اسبوع، يومين، شهر، بغض النظر، هاي بنسميها صفقات سوينجز، فكم نستخدم من رأس مالنا في هاي الصفقات. وبدنا كمان كيف نحكي على البوزيشن سايزنج للسكالبس، اللي هي المضاربة، الصفقات اللي مدتها نص ساعة وتحت، 3 دقائق، دقيقتين، 4 دقائق، البامبز، الكدو، الكذا، هاي الشغلات كلها بنسميها صفقات سكالبس. فحنحكي كيف نستخدم من كم جزء من راس مالنا نستخدم في هاي الصفقات. وبرضه للسوينجز والسكالبس في حاعطيكم جوجل شيت مجاني، هذا الجوجل شيت موجود تقدر انك تاخده وتستخدمه بحيث انه يساعدك تحدد هاي الامور وتطلع هاي الارقام بكبسه واحده بكل سهوله، ما في داعي انت تعملها لحالك، انا عملت لك اياها وجهزت لك، خذها بس مشان الله تداول وصير متداول ناجح. الشغله اللي بعدها بدي احكي فيها هي الوين ريت والجورنالينج، يعني نسبه ربحك في الصفقات زائد مش عفوا نسبه ربحك، نسبه صفقاتك الرابحه مقابل صفقاتك الخاسره، وكيف نعرف هاي النسبه وكيف تحسن من صفقاتك. اذا انت ما عم تكتب صفقاتك وما عم تعرف كم عدد الصفقات الناجحه وكم عدد الصفقات الخاسره وليش خسرت في كل صفقه وليش زبطت معي في كل صفقه، حتواجه مشكله كثير كبيره اللي هي انت ما بتعرف شو الغلط عندك، فبتفكر انك انت متداول فاشل او ما بتعرف تحلل او بدك تتعلم اكثر. لا، انت بتعرف تحلل وما بدك تتعلم اكثر، بكفيك الفيديو اللي قبله. والله الاشي الوحيد اللي ناقصك اللي هو انك تعرف كيف تحسن من صفقاتك وتقدر انك تقرا صفقاتك، تعرف شو اغلاطك. وبرضه عملت جوجل شيت وحشرح لكم اياه اكيد طبعا، بحيث كيف نحط جورنالينج صحيح، يعني ندون صفقاتنا اللي ندخل فيها وكيف نزيد نسبه الربح تبعتنا. هاي كل الامور حنحكي فيها ان شاء الله في هذا الفيديو.
نبدأ مع بعض. وبسم الله الرحمن الرحيم. طيب شباب، هلأ الكازينو اللي هو بيت القمار أو المكان الناس بتروح تلعب فيه قمار روليت بوكر واتيفر، يا أخي كيف دائما ربحان؟ شو يعني قمار؟ يعني أصلا هم قمار، يعني كيف طب كيف الناس بتربح فيه؟ أو كيف نفس المكان، يعني نفس المكان دائما ربحان وما شاء الله ماشيين وشغالين؟ لأنه عندهم إدارة رأس مال وإدارة مخاطر صحيحة، هذا الإشي اللي بيفرقك. والقمار نفسهم عندهم إدارة رأس مال، فما بالك أنت اللي بتعمل تريدينج اللي هو أصلا مش قمار. من خلال إدارة رأس المال أنت بتحول أنك أنت قمار تلعب قمار، بتحول لأنك حقيقة تعمل تريدينج. إذا أنت ما عندك إدارة رأس مال صحيحة أنت كل اللي بتشتغله حرام، يعني ما بيشتغل. كيف أنت قاعد بتضيع بفلوسك؟ ولا ضرر ولا اضرار، يعني ما أنت بتضر بحالك وبتخسر بفلوسك لأنك ما عندك إدارة رأس مال صحيحة. الموضوع مش عشوائي، إحنا مش عم نلعب قمار. لذلك إذا القمار عنده إدارة رأس مال، فما بالك أنت المتداول اللي هو يعتبر مصدر رزق ودخل. لذلك خلينا ندخل هلأ نحكي بإدارة رأس المال حبة حبة. طيب بدنا ندخل كمثال، أنا عندي $1000. طيب شباب عندي $1000، تمام؟ الوين ريت تبعي 60% ودخلت في 100 صفقة. شو يعني؟ يعني أنا معي $1000 حطيتهم على جنب، أنا نسبة نجاح صفقاتي 60%، أنا كأحمد نسبة نجاح صفقاتي من 83 لتقريبا 92-93%. خلينا نحكي إنه أنت الوين ريت تبعك 60%. طيب دخلت أنت في 100 صفقة، من ال 100 صفقة هدول أنت ربحت 60 صفقة، يعني 60 صفقة وصلوا الهدف تبعك، حلو؟ و40 صفقة خسروا، حلو؟ طيب يعني وكل مرة كنت تخسر كنت تخسر بس $10 مثبتة، شوف مثبتة بس $10، وكل مرة كنت تربح مثبتة بس $20، يعني لا ما بتزيد ولا بتنقص، $20 بدك تربح. هنحكي كيف تثبت ربحك وكيف تثبت خسارتك. طيب فلو انا دخلت 20، حكينا $20 بالربح ودخلت 60 صفقة، يعني كم ربحت؟ $1200. و$10 كل خسارة وخسرت 40 صفقة، هي $400. $1200 اللي هي انا ربحتهم ناقص $400 اللي هي انا خسرتهم بيساوي $800. انا راس مالي كم كان؟ حكينا $1000، يعني صار معي كم هلا؟ $1800، صح؟ يعني ربحان 80%. طيب خلينا نحكي انه الوين ريت تبعك نزل، يعني بدل ما انت كل 100 صفقة بتربحها عم تربح 60، بتدخلها عم تربح منها 60، لا هلا انت كل 100 صفقة بتدخلها عم تربح بس 50 وبتخسر 50. والتزمت بإدارة رأس المال اللي حنحكي فيها اليوم وتناقشها اليوم، انه بكل وين انت عم تربح مثبتة $20، دخلنا 50 صفقة هي ربحنا كم؟ $1000. طيب وبعدين كل خسارة انت عم تخسر $10 مثبتة ما تغير اي شيء، تمام؟ وخسرت 50 صفقة انت هيك خسرت $500. طيب $1000 اللي ربحناها ناقص $500 يساوي $500. يعني احنا راس مالنا كم؟ 1000، صار معانا لسه كمان 1500، والوين ريت تبعك بس 50%. لو الوين ريت تبعك ينزل ل 25% بتطلع راس براس، يعني لو بس كل 100 صفقة بتدخلها بس 25 صفقة بتدخلها بتربحها تطلع راس براس. يعني والله لو انك بتشتغل عشوائيا بدون اي حساب راس مال صحيح، بدون اشي هيك عشوائي وبدون حتى تحليل، الا ما تربح من 100 صفقة 20 صفقة ولا لا؟ طيب وبتطلع راس براس، مفروض ما تخسر. فهون بتيجي الإدارة رأس المال، وهون بتيجي فائدتها. هلأ في الديسكريبشن أنا حاطط لكم لينك لملف، هذا الملف فيه تريدينج جورنال رح نشرحها بالتفصيل، وفي كمان بوزيشن سايزنج برضو حنشرحها في التفصيل، تمام؟ حنيجي فيها هلأ وحنحدد، يعني حنشرحها بالتفصيل وحنفتح الفورم الجوجل شيت ونشتغل فيها. طيب شباب هلأ نيجي للموضوع اللي بعده، بدنا نحكي طبعا هلأ إحنا إيش في البوزيشن سايزنج. شو البوزيشن سايزنج؟ لو أنا معي $10,000، تمام؟ أنا عم بجمع لك الأفكار بعدين كل شيء أنت حيشبك معك. لو أنا معي $10,000، أنا حاطط كقانون هو بنسميه position sizing rules، تمام؟ قانون position sizing. position sizing يعني يعني تحجيم الصفقات أو شيء زي هيك، يعني ما أعرف بالعربي. المهم فالposition sizing أنا عندي رول إنه أنا ما بدي أخسر من $10,000 هو إجمالي رأس المال المحفظة أكثر من 1% في الصفقة الواحدة. يعني لو دخلت 10 صفقات بدي أخسر بس 10% من رأس مالي، حلو؟ طيب يعني هلأ أنا دخلت صفقة واحدة حكينا بدنا نخسر بس 1%، يعني أنا مسموح لي أخسر 1% من $10,000 في الصفقة كاملة. طيب يعني كم مسموح لي أخسر؟ $100 اللي هي 1% من $10,000، حلو؟ طيب لو أنا دخلت صفقة وحللتها لقيت إنه الستوب لوس يعني المكان وقف الخسارة بعيد 10%، فلو شريت ب100% من فلوسي اللي هي 10,000، يعني كل المحفظة شريت فيها هاي الصفقة ووصلت الصفقة ستوب لوس، كم حخسر؟
حخسر 10%، $1000 حخسر $1000 صح؟ ال1000 دولار كم بتساوي؟ 10%، 10% من كم؟ من ال10000. طب انا راس مالي 10000 راس المحفظه وما بدي اخسر منه اكثر من $1، يعني ممنوع اخسر اكثر من $100. طيب هاي الصفقه لو خسرتها، لو دخلت وخسرت بكل راس مالي حخسر $1000، يعني حخسر 10% راس مالي مش بس 1%. طب هل يعني انه ما ادخل الصفقه؟ لا، ما لها دخل، لا بالعكس بتدخل الصفقه، بس هون بنغير شغله ثانيه، بتغير كم من محفظتك تستخدم في هاي الصفقه. يعني هلا احنا بنقدر نخسر بس 1%، صح؟ طيب اذا شرينا ب 50% من ال 5000 من ال 10000، يعني كم شرينا؟ ب 5000، يعني اخذنا $5000 من ال 10000 وشرينا فيهم هاي الصفقه، دخلنا فيه تمام، وضربنا الستوب لوس، كم راح نخسر؟ $500. $500 اكثر من $100، يعني برضه ما بقدر. طب شو اعمل؟ لو شريت ب 10% من ال 10000 تبعتي، عفوا هاي 10000، لو شريت ب 10% من ال 10000 تبعتي وصلنا الستوب لوس، كم راح اخسر؟ $100. طيب ال $100 كم بتساوي من 10000؟ 1%. طيب شو اللي صار؟ اللي صار انه انا دخلت في نفس الصفقة وربحت فيها نفس الربح، لانه اذا انا بقدر اخسر مثلا 1%، المفروض انه انا برضو اربح كم؟ 2%، ضعف الخسارة مثلا او نفس الخسارة. ف نفس الصفقة ما دخلتها، بس شو عملت؟ رحت بدل ما استخدم كامل 10000 استخدمت بس $1000 في هاي الصفقة، اللي هي $1000، 10% من ال 10000 $1000، ونزلت ضربت الستوب لوس، كم بخسر؟ بخسر $100 بس. طب وضربت تيك بروفيت؟ نفس الربح. ف يعني انت اصلا هدفك مش تربح 10% من راس مالك بالصفقة الواحدة، هدفك تربح بالصفقة الواحدة يا 1% من راس مالك او 2% من راس مالك. ف بهاي الحالة انت ليش تستخدم كامل راس مالك في صفقة واحدة وتخاطر؟ عشان هيك نعمل شيء بنسميه بوزيشن سايزنج. هذا الشيء اللي صار هون اسمه بوزيشن سايزنج، يعني كم الحجم من راس محفظتي، من راس مال محفظتي مسموح لي استخدمه في هاي الصفقه، بناء على هاي بناء على هاي اللي احنا حكيناه، انه انا بس مثلا بدي اخسر 1%، بناء عليها انا مش مسموح لي استخدم اكثر من 10% من ال 10000، يعني مسموح لي استخدم 1000 في هاي الصفقة بس، عشان إذا خسرت الألف أخسر بس $100، اللي المية دولار بتساوي كم؟ 1% من ال10000. شوف هذا الفيديو، ارجع عيده، عيد اللقطة هاي اللي أنا حكيتها. طيب وبالآخر أنت هتاخذ نفس الريزولت. طيب السؤال اللي بده يطرح نفسه، خلينا نحكي إنه أنا مسموح لي أخسر 1%، حلو، بس يا أخي الستوب لوس بعيد ناقص 3.7%. طب كيف أعرف أنا كم أدخل من رأس مالي إذا ستوب لوس بعيد ناقص 3.7؟ كيف بدي أحسبها رياضياً؟ لا تحسبها رياضياً ولا تتعب حالك، الشيت هذا هلأ هنحكي فيه راح أوريك كيف تحسبها رياضياً. أوتوماتيكي بيقول لك إنه أنت والله بناء على رأس المال، اللي هو إذا أنت مثلاً بدك تخسر بس 1% من رأس مالك، هو أوتوماتيكي بيقول لك خلاص أنت مسموح تستخدم في هاي الصفقة 33.4% من رأس مالك. تمام؟ هنيجي نحكي فيها، لا تستعجل، أنا بحاول أجمع الأفكار معك عشان أنت تفهمني شو أنا بحكي. طيب الشغلة الثانية اللي بدنا نيجي نحكي فيها اللي هي الستوب لوس. لما نيجي نحدد الستوب لوس، معلش خليك معي بعدين انت حتلاقي كل افكار تجمعت، خليك معي. نيجي الشغلة الثانية نحكي فيها الستوب لوس. النسبة المئوية لوقف الخسارة في الصفقة لازم، يعني لازم كل صفقة خلاص انت تعرف انه يا طويل العمر انا على السعر الفلاني لازم اطلع، خلاص بغض النظر شو صار انا ستوب لوس بدي اطلع من هاي النقطة. الستوب لوس يحدد بالنسبة المئوية من خلال التحليل، يعني ما بقدر انا احكي والله خلص انا دخلت على مثلا دخلنا بتكون على سعر 3400 دولار، خلص الستوب لوس بس بشوف ناقص 1% وبحطه، ما بصير. الستوب لوس لازم يكون بناء على التحليل، يعني انت بتحلل، تمام، انت بتحلل وبتحط انه هذا السعر اللي هون هو سعر ستوب لوس، تمام، هو هذا السعر اللي هون سعر ستوب لوس، مش على كيفك والله انت هون شريت نزل 1% تحكي خلص هون ستوب لوس، لا، الستوب لوس لازم يتم تحديده بناء على التحليل، وين السعر اللي اذا احنا وصلناه مستحيل يرجع يطلع، خلص انتهى، اذا احنا وصلنا لهذا السعر احنا 100% لغينا الصفقه هاي و100% ما حنوصل للهدف تبعنا اللي هو هون. فهذا هو منطقه الستوب لوس. الستوب لوس عباره عن سعر اذا احنا وصلناه خلص راح، يعني انتهت الصفقة وما راح يرجع، احنا خلاص وصلنا لانه تغير الاتجاه بشكل كامل. فبعد ما انا احدد الستوب لوس بناء على التحليل، وهذا انتم طبعا بتعرفوه بالفوليوم بروفايل كيف تحدد الستوب لوس، يكون تحت الاتش في ان، بعيد عن الاتش في ان، خلاص انه كسر نقطة دعم
تحته، بعيد عن حتى نقطة الدعم، بحيث انه خلص يعني ما دام وصلنا لهذا السعر راح، يعني ما حيرجع يكمل، انتهى. طيب فنيجي هون مثلا شايفين هذا خط سبورت خط ريزيستنس، حطينا الستوب لوس بناء على التحليل اللي هو تحت. احنا طبعا حنشتري على سعر 11 دولار، الستوب لوس على سعر 9 دولار، يعني احنا كم من خاطر 2 دولار، تمام؟ كم التيك بروفيت على 15؟ حلو، التيك بروفيت على 15، الريورد كم؟ 4 دولار، الريسك كم؟ 2 دولار. طيب ركز معي، الريورد كم؟ 4، الريسك كم؟ 2. حلو، يعني لو ربحنا هاي الصفقة تمام، احنا عم نعوض كأنه دخلنا بعدين كمان، اعتبر انه احنا بعد هاي الصفقة دخلنا كمان صفقتين وخسرناهم، كل صفقة كم حنخسر؟ 2 دولار، دخلنا كمان صفقة كم خسرنا؟ برضو 2 دولار. حلو، يعني الصفقة واحدة لو ربحناها شو حتعمل؟ حتعوضنا عن صفقتين زي هاي الصفقة خاسرة. هنا بنسمي هذا الاشي ايش؟ ريسك ريورد ريشيو، عامل او معامل المخاطرة على الربح، يعني أنا عم بخاطر 2 مقابل آخذ كم؟ 4، صح؟ يعني الريسك ريورد ريشيو تبعي هون يساوي كم؟ 2. شوف هلا بنشوف، معلش هلا بنحتسبها رياضيا أنت بتفهمني، الريسك ريورد 2 هذا بنسميه الـ 1R، هلا ريسك ريورد ريشيو له 3R، ريسك ريورد ريشيو، حلو؟ طيب 1R يعني إذا احنا ربحنا هون كم راح نربح؟ 2 دولار. 2R 2 ريسك، يعني إذا احنا ربحنا هون كم راح نربح؟ 4 دولار، صح؟ كيف؟ معلش مرة ثانية تحملني. 1R شو يعني؟ يعني 2 دولار، لأنه هون طلع احنا عم نخاطر 2 دولار، تمام؟ وإذا كان التيك بروفيت الريورد تبعه بس 2 دولار، يعني كم الريسك ريورد ريشيو؟ 1، لأنه احنا هاي الصفقة اللي احنا حناخذها بتعوضك على صفقه واحده خاسره مماثل لهي الصفقه، لانه لو واحده من هاي الصفقات خسرت كم راح تخسر؟ معلش مره تانية، لو واحده من هاي الصفقات خسرت كم راح تخسر؟ 2 دولار، صح؟ طيب لو هاي الصفقه الريورد تبعها 2 دولار مش 4 وخسرت، هاي الخساره هاي الصفقه عفوا 2 دولار وربحت، اسف لو هاي الصفقه الريورد تبعها 2 دولار والريسك تبعها 2 دولار ربحت هاي الصفقه، الربح هذا بيعوضك على كم خسارة لنفس هاي الصفقة مماثلة؟ خسارة واحدة، صح؟ هيها 1R. طيب 2R بيعوضك عن خسارتين مماثلة، لأنه 4 دولار، صح؟ ال 4 دولار بتساوي كم من كم 2 جوا الأربعة؟ يعني اقسم 4 على 2، 2. الأربعة فيها ال 4 دولار فيها ايش؟ خسارتين. فعشان تعرف تشوف أنت والله بدك تربح 10% وبدك تخسر 5%، بتقسم 10 على 5 يساوي 2، صح؟ او مثلا بتقسم 4 دولار اللي هو ربحك على 2 دولار يساوي 2، 2R. يعني هاي الصفقة بتعوضك عن صفقتين زي هاي لو خسرت، حلو؟ كم ربحان انت منها؟ بطلع طبعا 4 دولار. طيب شو يعني 3؟ طب 3R شو يعني؟ كم لازم اربح بهاي الصفقة عشان هاي عشان تعوضني على 3 صفقات زي هاي؟ يعني بضرب 2 ب3، كم؟ 3 ب2 6، 6 دولار. هاي بنسميها 3R، يعني لو في يعني لو هاي الصفقة الريورد تبعها مش 4 هون مكتوب 6، يعني لو ربحت بس هاي الصفقة حتعوضني على 3 صفقات زي هاي خاسرة. طب يعني مين أحسن أدخل في الصفقات اللي فيها 1R 2R 3R؟ أكيد طبعا 2R وفوق، حلو؟ ليش؟ هلا مش أنت على كيفك، طبعا ليش؟ لأنه بتعوضك عن صفقات خاسرة كثير، بس هلا بدي أحكي مرة ثانية، مش على كيفك أنت بتحدد 1R 2R 3R، أنت بعد ما تحلل يا صديقي وتحط السبورت والريزيستنس وهدفك وقف الخساره، انت اوتوماتيكي بتعرف كم ار، مش انت بتحكي اه يلا اسحب وبدي 3 ار خلص التيك بروفيت والله هون، مش على كيفك، ما بتقدر والله تحكي التيك بروفيت هون، لا التيك بروفيت لازم يكون وستوب لوس لازم يكون بناء على التحليل بس، وبناء عليها انت بتشوف كم ار وهاي، وبعدين بعد ما انت تشوف كم ار تختار والله اختار الصفقه اللي فيها 2 ار ولا 3 ار. ناخذ مثال، شايف هاي الصفقه؟ هاي الصفقة لو دخلنا فيها هي اتش في ان، الستوب لوس تحت الاتش في ان بعيد عنه، حلو؟ الانتري هون، بدنا ندخل هون بعد ما يكسر الاتش في ان هون. الهدف تبعنا بناء على التحليل مش على كيفي، بناء على التحليل الهدف تبعي 1.423، خلص يعني ربح 8.46%. طيب وبناء على التحليل كمان برضه مش على كيفي، انا اذا وصلنا 1.22 100% خلص حيكمل نزول للاتش في ان اللي بعده، ما حيضل هون، حيكمل لتحت. طيب لذلك هذا الستوب لوس تبعي، فطلع معي الستوب لوس ناقص 6%،
مش على كيفي انا، ما بقدر والله اسحب هذا الخط والله احط خلاص لهون، لا ما بصير، مش على كيفك. الستوب لوس بده يتحدد بناء على التحليل، والتيك بروفيت بناء على التحليل، وبعدين بناء على انت بتشوف هل هاي الصفقه مناسبه ولا لا. طب هل هاي الصفقه مناسبه؟ تقريبا لا، لانه انت عم تربح 8% واذا خسرت تخسر 6%، يعني كم ار؟ 1 ار تقريبا. يعني لو هاي 6%، لو هاي 6.7 8% زي هاي بس عكسها، يعني 1 ار، فهي 8 يعني مش هالشيء الكثير. عشان تكون 2 ار كم لازم تكون انت ربحان في هاي الصفقه؟ اضرب هاي ب2 يعني 12%، يعني لازم يكون الربح تبعك 12% عشان تاخذ انت ايش 2 ار. فهاي عشان هيك هاي الصفقه ما بتناسب، ما بندخلها، او بتدخلها بس بدها تكون كثير مخاطره. مثال اللي بعده، مره ثانيه صفقه قبل شوي دخلتها وصلت هدفها، ريسك ريورد ريشيو 1.04. شو يعني؟ طلع هون الوقف الخساره بناء على التحليل، ركز معي، بناء على التحليل هاي النقطة على سعر 2.31، واخذ الربح على سعر 2.43، والانتري دخلت انا على هذا السعر. حلو. طيب 2.75 2.67، يعني تقريبا الربح هون بيساوي الخسارة هون، فالريسك ريورد ريشيو اقسم طبعا هاي على هاي بيطلع لك 1.04، ما في فرق كبير صح. مع ذلك دخلتها بالصفقة، حنحكي فيها هلا بعدين احنا كيف تحدد الموضوع هذا، وليش في صفقات السكالبينج ممكن انك تدخل في 1 ار، بس بصفقات اللونج تيرم لازم تكون 2 3 4 ار كمان، ما بصير تكون 1 ار. تمام؟ فاهمين شو يعني ار؟ مرة ثانية عشان تفهم شو يعني ار، هاي برضو صفقة دخلنا فيها وصلت الهدف بجدارة كمان قبل شوي. دخلنا وين؟ دخلنا هون على هذا السعر على 3450 دولار بيتكوين. وقف الخسارة بناء على التحليل، ركز معي، على سعر 3428، واخذ الربح بناء على التحليل 3491. طيب بحط هون اخذ ربح، احط هون كم حربح؟ حربح 1.17%، واذا خسرت كم حخسر؟ 0.64%، يعني تقريبا ضعف الخسارة. كم الار هون شايف؟ ريسك ريورد ريشيو او ريورد ريسك ريشيو 1.84، يعني هاي الصفقة تقريبا بتساوي 1.8 ار، يعني تقريبا 2 ار صح؟ يعني هاي الصفقة لو انا ربحتها تمام، لو دخلت في كمان صفقتين زيها وخسرتها ما حخسر، بصفي صفر بصفر. ليش؟ لانه هاي بتعوضني عن صفقتين مشابهة خسرانة. فهمتوا شو يعني الار؟ هاي بنسميها الار مالتيبلز. طيب مرة ثانية بتريدنج فيو بتقدر انك برضو تحدد الموضوع اوتوماتيكي، بيعطيك الار، حددت مثلا هاي البيتكوين خلص الانتري تبعي على سعر 3475، الستوب لوس تبعي 3453، التيك بروفيت تبعي 3498. انا حللته، ما بعرف هذا ار ما ار كذا. لو انا اجي احلل طلع هون 0.65% ربحي، وخسارتي 0.65، يعني كم ار؟ يعني هذا الربح بيساوي كم ريسك؟ ار كم ار يعني كم ريسك؟ فهذا ال 0.65 كم ريسك بيساوي من هاي الصفقة؟ بيساوي 0.65 ريسك، واحد. فشايف هون كتب لك ريسك ريورد ريشيو واحد. هلا كيف تحدد هاي؟ في عندك على تريدنج فيو لو تدخل لو تدخل وينها؟ اللي ما اخذت لكوش اياها، هلا بحط لك اياها. طيب فبتحدد انت، المهم بتحدد ال حاحكي لك هلا كيف تحددها. بتحدد انت التارجت، بتحدد ستوب لوس بناء على التحليل، وبناء عليه انت بتشوف الريسك ريورد ريشيو كم. فبتفهم انه انت عم بتخاطر 1R 2R 3R، عم تربح، يعني تخيل انت المخاطرة تبعتك 3% والربح تبعك 1%، ما يعني برضو ما بزبط، هاي ناقص صارت. طيب نيجي تحليل اللي بعده، شايف هذا التحليل؟ بقدر انا احط سهم، طبعا هي حطت تحديد سعر 10% اذا وصلنا ل 3800، الدخول على 3470، وقف الخسارة بناء على التحليل كمان، شوفوا هذا برضو بناء على التحليل، وقف الخسارة 3355، يعني حنخسر 3.3، وإذا ربحنا حنربح 10. طب 10 قسمها على 3 كم؟ 10 تقسيم 3 كم؟ حيطلع لك نفس هذا الرقم اللي هو 3.25 صح؟ شوف 10% وقف الخسارة زي ما هو ما غيرناه، الريسك ريورد ريشيو كم؟ 3. يعني هاي الصفقة طلع حنربح من 10% وإذا خسرنا نخسر 3، يعني لو دخلنا كمان 3 صفقات زيها تمام بنفس قيمة ناقص 3% وخسرنا الثلاث صفقات بضل انا بطلع راس براس. ليش؟ لانه هاي الصفقة عبارة عن ثلاث صفقات خسارة، هاي الصفقة الواحدة عبارة عن ثلاث صفقات خسارة. تمام؟ هلا كيف تحدد هاي؟ هاي اوتوماتيكي اداة موجودة عندك في تريدنج فيو، كيف تحددها؟ بسيطة. هلا بوريك كيف تحددها. شوف كيف؟ عندك هون
شايفين هون على في هاي تريدنج فيو، طبعا للناس اللي عندها تريدنج فيو بتفتح هون التولز، شايف هاي التول تحت النجمه هاي تحتها فوق السهم، تضغط عليها لونج بوزيشن او شورت حسب البوزيشن لفوق ولا لتحت، يعتبر انه لونج بوزيشن، تضغط عليها خلص. هلا بتحدد هون اوتوماتيكي بتضغط على الشارت هاي، شوف. طيب نلغي هاي اللي حددناها قبل شوي، نلغيها. طيب شايف كيف حدد لي ايش؟ بحدد انا هون برفعها والله، هون التيك بروفيت وهون الستوب لوس، طلع كم كتب لي ريسك ريورد ريشيو 2.28، شايف 2.28. سيبك من الارقام هاي اللي هون ما لك فيها، المهم ريسك ريورد ريشيو 2.28، شايف كيف؟ لاني لو ربحت حربح 9.2، لو خسرت حخسر 4، يعني تقريبا الصفقه هاي بتعوضنا عن صفقتين زي هاي خساره. فكم هاي بنسميها ريسك ريورد ريشيو، يعني الار 2.28، الار تبعنا 2، صح ولا لا؟ صح. طيب خلص هيك انت عرفت شو يعني ار، صح ولا ما صح؟ يعني عرفنا شو الار اذا ولا لا، وعرفت شو يعني بوزيشن سايزنج. هلا بدنا نحكي، اعطيك مثال، مثال عملي حلو كيف احنا نشتغل على هذا الموضوع. طيب شباب قبل ما اعطيك مثال برضو بدي احكي لك شغل. هلا هاي التشارت هون بيوريك السكسس ريت، نسبه نجاح الصفقات، تمام؟ هنا صفقات الشورت تيرم سوينج تريدنج تريند فولوينج، وهنا الار. شو يعني 1؟ يعني الصفقه الرابحه الواحده بتعوض صفقه خاسره واحده. شو يعني 2؟ يعني الربح بيساوي 2 خساره. شو يعني 3؟ الربح بيساوي 3 خساره. شو يعني 4؟ الربح الواحد بيساوي 4 خساره، صح؟ ار ار 4 4 ار 5 ار 6 ار، صح؟ طيب هلا عندنا هنا سكسس ريت، يعني نسبه الوين ريت، الوين ريت تتذكروا يعني نسبة نجاح صفقاتك، تمام؟ يعني مثلا احنا كل 100 صفقة الوين ريت بالمثال كم حكينا؟ 60. طيب هون الوين ريت بالنسبة المئوية 20 30 40 50 60 70 80 90 100، هذا ايش؟ الوين ريت. طيب هلا هون عملنا هاي دراسة، طبعا عملنا هلا شورت تيرم سوينج تريدنج ترند فولوينج، يعني حكينا انه الصفقات الوين ريت تبعها من 70 ل 100% اكتشفوا انه اغلبها يقع ضمن الشورت تيرم، يعني صفقات ايش؟ السكالبينج، صفقات النص ساعة وتحت الوين ريت تبعها من 70 ل 100%. عشان هيك انا الوين ريت تبعي هون 92%، لانه انا اغلب صفقاتي ضمن الشورت تيرم مش سوينج تريدنج ولا ترند فولوينج، فلذلك الوين ريت تبع الشورت تيرم اللي هو المضاربة او سكالبينج من 70 ل 100%، تمام؟ هذا الوين ريت. هلا الريورد ريشيو شايف هون بالصفقات الشورت تيرم اللي هي مضاربة لحظية مضاربة سريعة، شايف هون اقل من 0.5 ار، يعني انت بدك 0.5 ار بس. فعشان هيك صفقات الشورت تيرم انا مؤخرا، وعشان هيك حتى عملنا منصه مليونز اكسشينج، لانه صفقات السوينج تريدنج والترند فولوينج الوين ريت تبعها اقل، شايف الوين ريت نزل من 70 صار كم بين 70 و50%، والصفقات لسه الاطول اللي هي من مثلا من 10 ايام واسبوعين ثلاث الوين ريت تبعها من 50 ل 20%، صح؟ فالوين ريت عم بينزل والريسك ريورد ريشيو عم بيطلع، يعني انت بدك عشان تربح تمام بزيد، بدل ما انت بدك مثلا بس واحد صار بدك 4 ار عشان تزبط معك وتربح في الترند فولوينج اللي هي الصفقات الطويله اكثر من اسبوع، والصفقات من اليوم لاسبوع او من ساعتين لاسبوع انت صار بدك تربح على الاقل 1 ار على الاقل، والوين ريت تبعك مش عالي، يعني من 50 ل 70% بس احتماليه انك تربح. هذا السبب انه كثير منكم الان في العملات الرقميه الان عم بيخسر، والناس الثانيه عم تعمل مضاربه عم تربح. ليش؟ مضاربه سريعه، بحكي مضاربه دقيقه وثلاث دقائق وعشر دقائق، لانه الوين ريت تبعنا هون عالي جدا، لانه ما بنحتاج، شوف ما بنحتاج ار، شوف ما بنحتاج ريسك ريورد عالي، هذا واحد 0.5 بكفي 0.5 ار، فهمت علي؟ هذا واحد ما نحتاج ريسك ريورد عالي، زائد صفقات سريعة جدا، زائد بناء على الإحصائيات اللي تمت احتمالية نجاحك أصلا إذا أنت شورت تيرم تريدر مضارب من 70 ل 80%، يعني كل صفقة، كل 100 صفقة أنت مينيمم راح تربح 70 صفقة. فعشان هيك أنا عملت مليونز اكسشينج اللي هي بتركز على شيء اسمه الأوردر فلو، اللي هو بتتبع أوامر الحيتان اللي بتنزل بسرعة، يعني أوامر واحد بيشتري باثنين ثلاثة بيتكوين، تشتري قبله بتبيع بعده زي كذا. هاي كلها صفقات بتتم بأقل من 5 10 دقائق، ماكسيموم ربع ساعة. فعشان هيك احنا عملنا منصة مليونز اكسشينج.
لانه خلص احنا والوين ريت تبعي انا ارتفع بشكل كبير من بعد ما استخدمت المنصه. انا استخدمت 50,000 بشهر، خليت ال 50,000 140,000 139,000 او 141,000 بشهر بس. ليش؟ لانه انا كل صفقاتي كلها، وهذا طبعا انا بحكي عن نزول البيتكوين، هذا من اول نزول البيتكوين انا بديت كل صفقاتي شورت تيرم، وبناء على احصائيات اصلا السكسس ريت تبعك في الصفقات السريعه اللي هي المضاربه من 70 ل 100%، والريسك والمينيمم ريسك ريورد عشان تكون ربحان ما بتحتاج انه يكون كثير، يعني 0.5 بكفيك. طب انك تجيب شيء ربحه 0.5 كثير سهل، هلا بوريكم على الشيت، كثير كثير سهل. فلذلك انا الان مركز اكثر على الشورت تيرم. هلا سوينج تريدنج وترند فولوينج مشكلته انه بيلحق البيتكوين، طلع البيتكوين خرب كل شيء، نزل البيتكوين نفس الشيء. فالمده الزمنيه طويله، عشان هيك السكسس ريت بينزل، احتماليه نجاحك بينزل، وكل ما زاد المده قلت السكسس ريت اللي بتوصل ل 20% نسبه نجاحك. ليش؟ لانه وهي طبعا نون بروفيتبل اريا، هاي الناس ما بتربح فيها، وكل المخزنين للاسف كنا وقعنا بهاي الحفره. تمام؟ لذلك انا حولت من هون لهون لغايه ما يتحسن السوق، بعدين بصير اوزع سوينج وترند. تمام؟ طيب هلا السكسس ريت، السكسس ريت شوف من 70 ل 50% في سوينج تريدنج. ليش؟ لانه البيتكوين بينزل بيسحب الكل معاه، بخرب عليك الصفقه. هون السكسس ريت عالي لانه اصلا البيتكوين ما بيلحق ينزل ويطلع بربع ساعه. انت اوريدي بتكون دخلت بثلاث اربع صفقات وطلعت، فما بيلحق البيتكوين يخرب عليك او يجي حدث يخرب عليك، لا خلص انت دخلت وطلعت وبينحرق السوق، انت ما لك دخل. فهاي ميزه صفقات الشورت تيرم. هلا بهاي الشيت اللي انا عاملها رح نفهم الموضوع اكثر، وانا اسف اذا الموضوع عقدكم بس معلش كملوا للاخر حتجمع كل الصوره. طيب هلا انا حاعطيكم اثنين شيتس وهلا رح نشرحها. الشيت الاولى اللي هي تريدنج جورنال، هاي الشيت بتحط فيها التاريخ مثلا، وبتقدر تحط فيها ايداعات، والله انا اودعت 4000 دولار، بعدين بتحط فيها العملات اللي انت تداولتها، والله انا تداولت بيتكوين. بيجي هون بي ال ال، بي ان ال يعني بروفيت لوس، ربح او خساره، بتحط والله انا ربحت من هاي الصفقه 820 دولار. هلا اختيارك للربح هون اختيار تقريبي، يعني انت في منصة باينانس، وكلكم تعرفوا منصة باينانس، لما تيجي تفتح بتلاقي حساب الدولار عندك فوق استيميتد، يعني تقريبا قيمة حسابك بالدولار مثلا 4000 دولار. حلو؟ فبعد ما تسكر الصفقة ارجع اقرأ كم اجمالي حسابك، بتلاقي مثلا 4200 دولار، يعني كم انت ربحان في الصفقة؟ 297 دولار مثلا. فبتحط هنا، يعني هي تقريبي، انت بدك تحط تقريبيا بالدولار كم ربحك؟ 800 دولار. دخلت صفقة ثانية 44 دولار، 400 دولار، 1200، ناقص 400 دولار، اكتب ناقص 400، 120، بتسجل هاي الصفقات كلها، بتسجلها وين؟ هون، وبتحط هون ايش؟ اسم العملة اللي انت تداولتها. هون بتحط نوت، والله انا دخلتها بامبو دمب، دخلتها كذا، بتحط اي نوت حاب تحطها. الـ ROI اللي هي Return on Investment، يعني العائد على استثمارك، اللي هو اوتوماتيكي طبعا تنحسب، ما بتلمسها انت. شوف هاي لانه فوقها احمر ما بتلمسها، هاي اصفر 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 بتلمسها، هاي اصفر بتلمسها، اي شيء مش اصفر ما بتلمسه، فهذا كله اصفر، يعني بتقدر تعدل اي شيء بدك اياه هون. تمام؟ هذا اصفر بتقدر تعدل، هاي لا تلمسها، ما بتعدل فيها ولا شيء. هلا بعطيكم مثال تفهموها اكثر. طيب الشيت الثاني اللي هو البوزيشن سايزنج، اللي كم تستخدم من راس مالك في الصفقه بناء على كميه، بناء على وين بعيد الستوب لوس. طيب فخلينا نبدا هلا في الشيتس هدول التنتين ونحسبهم. اللينك تبع الشيتس موجود عندك في الديسكربشن. طيب شباب ضروري تكملوا لاخر الفيديو لانه انا ما وصلت للنقطه اللي بدي اوصل لكم اياها وكيف تعملوا هذا الموضوع. طيب هلا بدنا هلا بدنا نتكلم على موضوع التريدنج جورنال، وبعدين حنيجي على البوزيشن سايزنج للسكالبنج والسوينجز وشو الاستراتيجيات اللي احنا راح نستخدمها. تمام؟ لانه انا هلا انا بس كان هدفي اعلمكم المصطلحات الاساسيه. طيب نيجي هلا، انت هاي الشيت طبعا تاخذها، انت حيكون عندك لينك، بس تعمل فايل وميك ا كوبي. تمام؟ عشان تقدر تعدل عليها. فبتعمل فايل وميك ا كوبي وخلص، بتصير عندك لك نسخه منها بتعدل فيها على كيفك. تمام؟ فبعد ما تاخذ هاي الشيت خلص ميك ا كوبي، وعندك ثلاثة شيتس كلهم مع بعض بيجوا مره واحده. بعد ما تعمل ميك ا كوبي تمسح كل شيء موجود هون. تمام؟ وبتحط ديبوزيت، بتحط راس مالك، يعني والله 2000 دولار بتغيرها هاي 2000 دولار. تمام؟ هلا هاي دائما لما تيجي تحط راس مال جديد انتبه انه ما يكون في نسبه مئويه، يعني لو في نسبه مئويه اضغط ديليت، امسحها، امسح المعادله، لانه شوف مثلا هون في معادله، شايف؟ امسح المعادله، ما في داعي يكون في معادله. طيب فبتيجي بتحط راس مالك، بدي اياك تحط راس مالك مثلا 1000 دولار. تمام؟ بعدين هاي الصفقات صفقاتك، انت ما عندك صفقات خلص تمسحها كلها، يعني ما في شيء عندك، تمسح كل شيء. فبتيجي انت تحكي والله اليوم انت دخلت في بي سي اتش اي بي سي، وانت بتقرب انه انك ربحت منها 33 دولار، خلص
حطيتها اوتوماتيكي هون بيقول لك انه انت ربحت 3.19. والله انا بحط نوت، يعني هاي نوت مثلا، بحط انه والله هاي بامب، هاي ما بتلمسها، شوف اتذكر احمر ما بتلمسها، ما لك دخل في النسبه المئويه. هلا شوف هون طبعا انت ايش بتكون حطيت؟ حطيت التريدنج جورنال بي سي اتش، بعدين دخلت مثلا في بي تي سي يا سي دي يو اس دي تي، ربحت منها ناقص ناقص يا سيدي 45 دولار تمام، ناقص 4 صايب خلص بتحطها تمام. اجيت بعدين انت بعد كم يوم سحبت من راس مالك، سحبت وعملت وذرو يا سيدي، ارسلت لصاحبك فلوس، سحبت مثلا 100 دولار تمام، عملت وذرو. فالوذرو دائما نعمل عليه بي، وشيل النسبه المئويه تبعته الغيه ضروري تمام، شيل النسبه المئويه تبعت الوذرو، خلاص انت سحبت وذرو عشان يحدث راس مالك. حلو هنا، فدائما كلير برسنتج، مش تنسى تعمل كلير للنسب المئويه لما تيجي تحط وذرو. بعدين انت في يوم اللي بعده دخلت في صفقه يا سيدي ريبل وربحت منها ربحت منها مثلا 200 دولار، اذا خسرت حط ناقص تمام. هلا شو اللي بيصير؟ اللي بيصير هون يا طويل العمر على الشمال عندك هون التوتال اللي هو توتال راس مالك الموجود في المحفظه، هذا انت دائما بتطلع عليه هون، بتفتح المنصه على الشمال بتشوف كم منصتك على التليفون مثلا، تشوف كم اجمالي الدولار في عندك في المنصه، وبتتاكد انه مساوي. اذا لقيته مش مساوي مثلا حط صفقه ثانيه، والله حط بي ام بي، حط ناقص 22 دولار مثلا تمام، بحيث انه هذا يكون ايش اللي هون مساوي لراس المال الموجود عندك في المنصه. طيب هون افريج دولار بير تريد شو يعني؟ افريج كم انت عم تربح في الصفقه، متوسط ربحك في الصفقه، هذا بنحسب اوتوماتيكي، يعني بنحسب اوتوماتيكي من متوسط قيم الاشياء الموجوده هون، متوسطها قيمتها 100 دولار، انت هدفك والله تصير في كل صفقه عم تربح 500 دولار، هذا شيء مش كثير مهم، لا تطلع عليه مش مهم. افريج بيرسنتج بير تريد، هذا المهم، كم معدل العائد المئوي في كل صفقه؟ حاليا معدلها 0.005، يعني لو هلا احنا نزلنا صفقه ثانيه مثلا ربحنا فيها 444 دولار، شوف زاد افريج بيرسنتج بير تريد، صار انت معدل ربحك من راس مالك في الصفقه زاد، صار المعدل اكثر فصار 0.12، عرفت علي؟ فهلا بدك تربح اكثر من صفقه، شايف؟ بدك تربح اكثر ثواني يا سيدي، هي 700، شوف كيف زاد افريج بيرسنتج بير تريد 0.25 عم بيزيد. طيب هلا في شغله ثانيه، افريج لوزرز يعني معدل الصفقات اللي في الماينس 2، افريج وينرز 9، يعني عندك 9 صفقات رابحه 2 صفقات خاسره. طيب اللوس ريت يعني اللوس ريت مقابل وين ريت، يعني انت عندك نسبه الربح 81%، فلما انت تصير تدون كامل صفقاتك يا صديقي، لما انت تصير تحط كامل صفقاتك بصير انت تعرف انه الوين ريت تبعك 70% او 80%، هذا الوين ريت تبعك انت عم تربح. مثلا انت عم مثلا شوف عليك، طلع عليك بي ام بي، خلينا ندخل بي ام بي اي سي دي سي اكس ابصر ايش، خلينا نحط مجموعه من الصفقات تمام، هنحط مجموعه من الصفقات واي زد، هذا صفقات احنا دخلناها، هاي يا سيدي ربحنا فيها 33 دولار 20 دولار 44 دولار 11 دولار 12 دولار 13 دولار 24 دولار، هاي خسرت فيها انت ناقص 400 دولار تمام، هاي ربحت فيها 200 دولار 100 دولار ناقص 300 دولار. طيب تيجي هون بتطلع انه الوين ريت تبعك 76%، يعني انت 76% من الصفقات اللي انت بتدخلها صح، لكن مع ذلك انت خسران كل فلوسك. اللوس ريت تبعك 23%، يعني انت كل صفقه بتدخلها بس 23%، يعني كل 100 صفقه 23% من هاي الصفقات بتخسرها، و76% طب بتربحها. طب شو المشكله؟ المشكله انه انت الصفقه اللي انت بتخسرها شايف بتسحبك 60 مره لورا فبتخرب عليك، لكن انت كشخص الوين ريت تبعك مثلا 76%، وهذا الشيء حتشوفه انت لو تدون بس اخر 20 صفقه لك او اخر 30 صفقه او ال 20 صفقه الجاي، حتلاقي ان الوين ريت تبعك فوق ال 60%، لكن انت خسران. طب ليش؟ لانه ما عندك اداره راس مال صحيحه. فهاي فائده الجورنال، فائده الجورنال انك تنتبه، انا والله الوين ريت تبعي 76%، انا عم بربح، يعني انا مش عم بربح، انا كل 100 صفقه 76 منهم صح، بس المشكله انه ال 23 صفقه الثانيه او ال 24 صفقه الثانيه اللي بخسرهم هم اللي بيشيلوا كل فلوسي، بيشيلوا كل حسابي. طب ليش؟ هون بتصير عليك لعبه البوزيشن سايزنج.
طب انت اصلا كيف بدك تعرف انك واقع في هاي المشكله الا لما تسجل هاي الامور؟ فاذا ما بتسجلها ما بتعرف انك واقع في هاي المصيبه. تمام. طيب هلا بالبوزيشن سايزنج راح نحكي كيف انه الوين ريت تبعك يكون عالي واللوس ريت تبعك يكون واطي، وبنفس الوقت ما يضل واطي وبرضه راس مالك يضلك ربحان. يعني كيف تخلي الوين ريت عالي بس بنفس الوقت ربحك؟ فيمكن انت الوين ريت تبعك 99% بس انت خسران، والسبب انه انت عندك صفقة واحدة ما تحملت وما قدرت راس مالك صح، رحت دخلت فيها رحت خسرتك، ولا انت اصلا كل 100 صفقة بتدخلها عم تربح 90 منها. فهون بتيجي المشكلة، انه انت مشكلتك في البوزيشن سايزنج، مشكلتك انك لما تخسر تخسر كثير. فعشان نحل هاي المشكلة عندنا صفحتين اضافية بدنا نضيف عليهم. لذلك هلا زي ما انت حكيت لك هاي الشيت، هلا لما انت تاخذها الغي كل شيء موجود فيها، اذا عندك سحب عندك ودرو ضيفهم. تمام. وابدا من اول وجديد في هاي الشيت، عندك شويه تعليمات مكتوبه هون. تمام. طيب نيجي للبوزيشن سايزنج. هلا عندنا صفحتين بوزيشن سايزنج، الصفحه الاولى بوزيشن سايزنج للسكالبينج، وصفحه ثانيه بوزيشن سايز، شوف مضاربه لحظيه صفقات اقل من نص ساعه، وصفحه ثانيه مكتوب عليها سوينجز صفقات طويله اكثر من ساعه. التنتين بيختلفوا عن بعض، الشيت شوي معقدة الله بعينك، بدك تركز معي هلا، بدنا نحكي في الموضوع، الموضوع معقد وطويل شوي. طيب هاي جاهزة، يعني هاي الصفحة هلا موجودة وجاهزة عندك. تمام. شو بدك تعمل؟ بدك تاخذ هاي الصفحة وتحطها وين؟ عندك، تعملها كوبي زي ما حكيت لك، وتصير تتابعها وتصير تدخل وتقرا الارقام اللي هون، او انا زي انا ما بعمل بطبعها، هاي شايفين كلها باخذها بصورها سكرين شوت وبطبعها ورقه بحطها قدامي، خلص بصير انا ارجع لهاي الصوره كل ما انا بدي. طيب فنيجي هلا باول جزء في هاي الصفحه اللي هي صفحه البوزيشن سايزنج. طيب بالنسبه لهاي الصفحه نبدا باول جزء من هاي الصفحه، بدي اعمل زوم عشان نركز على هذا الجزء. طيب اول جزء من هاي الصفحه اللي هو البوزيشن سايزنج 10 لو سترايك 10 ويست سترايك. طيب هنا اول خطوه عشان نحدد البوزيشن تبعنا. السؤال هلا بدك انت تساله لحالك، انت هذا سؤال انت بدك تساله لحالك، اذا انت خسرت 10 صفقات ورا بعض، يعني دخلت صفقه خسرت 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 10 صفقات ورا بعض خسرته، كم انت بتكون مرتاح انك تكون خسران من راس مالك؟ انا كاحمد بقول لك 5%. طبعا ركز معي، صفقات سكالبينج مش سوينجز. تمام. مش صفقات طويلة، هاي صفقات السريعة، يعني لو أنا اليوم دخلت اليوم بس اليوم أحمد شديد جلس، تمام، كان معاه 100,000 أو 50,000 دولار، أو خلينا نحكي 100,000، معي 100,000، جلست اليوم عملت مضاربة، دخلت 10 صفقات مضاربة سريعة ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة وخسرت في العشر صفقات، كم أنا كأحمد شديد بكون مرتاح وما عندي مشكلة إني أخسر من 100,000؟ والله 2,000 دولار، 5,000 دولار مثلا، خلينا نحكي 5,000 دولار، كثير طبعا. فمثلا إذا 5,000 دولار بقول لك أوكي، هي 5% بتحط هنا 5%. تمام. طب وإذا ربحت كم بدك تربح؟ بدي أربح والله 6%. ركزوا، هاي لصفقات السكالبينج، وهاي الأرقام بالنسبة لي هاي أحسن أرقام، فيعني لا تعدلوا فيها، طول ما أنت راس مالك تحت ال 100,000 هاي تمام، الأرقام هاي تمام. زاد عن ال 70,000 بدك تنزل هاي الأرقام. تمام. طيب شو يعني؟ هنا يعني لو أنت دخلت 10 صفقات وبدك تخسر في 10 صفقات بس 5% من راس مالك، طبعا لا تنسى انه في عموله، احنا حاسبين العموله شايف 0.14، تمام، اللي هي عموله المنصه على البيع وعلى الشراء 0.07 مرتين، يعني انت بتصفي بالاخر خسران نسبه، فاحنا حاطينها جامعين لك اياها جاهزه. فيعني انا في كل صفقه مسموح لي اخسر من راس مالي، ركز معي، 0.36%. تخيل، يعني كل صفقة لو خسرتها مسموح لي أخسر 0.36%. والصفقات الرابحة كل صفقة بربحها لازم أربح 0.74%، لأنه في عمولة برضو مضافة عليها. تمام. فلازم أنا أربح 0.74 عشان العمولة برضو. هلا أنت عشان تخفف العمولة تخليها 0.07 على الجهة و 0.07 على البيع وعلى الشراء، يعني فمجموعها بصير 0.14. عشان تخليها هذا الشيء لازم يكون عندك بي ان بي في منصتك، اذا انت بتشتغل على بايننس لازم يكون عندك بي ان بي عشان تنزل، لانه ما عندك بي ان بي بصير 0.2، لو عندك بي ان بي 0.14 اجمالي بيع وشراء على الجهتين. تمام. فلازم يكون عندك بي ان بي في المنصه يسحب منها العموله، هذا الموضوع ما ححكي فيه، عاد انت دور فيه الله بعينك، ما عندي وقت اشرحه. فبعد ما تشتري بي ان بي وتخليه على جنب بصير هو يسحب منه العموله، فبذلك بخفض عليك، بدل ما يصير يسحب منك 0.2 بصير يسحب منك 0.14. تمام. طيب فهاي
اشياء اساسيه الان عرفناها، انه انا لو دخلت في 10 صفقات وخسرتها بدي اخسر بس 5%، يعني في كل صفقه مسموح لي اخسر من اجمالي ال 100,000 تبعتي 0.36%، عشان لو 0.36 اضربها ب 10 اصفي بالاخر مع العموله خسران 5% من راس مالي. ونفس الشيء على الجهه هون، نفس الشيء على هاي الجهه، تمام؟ هاي خلص تم تحديدها، انت هلا بدك تقعد تحددها، بدك اياها تضل زي هيك او لا. انا بالنسبه لي خلص مناسبه زي هيك، ما بغيرها. طيب هلا شو بدك تعمل؟ بدك تيجي تحرك الهاي على اليمين، تمام، وتيجي تحط اجمالي راس مالك. انا والله يا طويل العمر اجمالي راس مالي مثلا 15,000 دولار. طيب شوف طويل العمر، شوف يا صديقي، اي شيء بالاصفر مسموح لك تعدله، ما نفس الشيء هون، اصفر 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 اصفر، اي شيء ما مش اصفر ما لك دخل فيه، لا تلمسه، تمام؟ طيب اجمالي، خليني اعلمكم كيف تقراوا هاي. اجمالي راس مالك بتحطها 15,000. طيب هدفك الربحي من راس المال 0.74، واقصى خساره من راس المال في الصفقه طبعا 0.36. من وين سحبهم؟ اوتوماتيكي سحبهم من وين؟ من هون 0.36 0.74، شايف؟ سحبهم اوتوماتيكي منها، لا تعدلها، ما بتقل. طيب طيب عامل الربح على المخاطره اللي هو الار، تتذكر الار اللي حكيت لك عليه؟ 2، تمام؟ انت عشان اذا ربحت تربح 0.74 واذا خسرت تخسر 0.36، يعني انت بدك الصفقه اللي انت تدخل فيها يكون عامل ربح على المخاطره كم؟ 2. فلما انت تيجي تحلل وتدخل بالصفقه بدك يكون ربحك ضعفين خسارتك، حلو؟ طيب هذا اول نقطه، هدف البيع من سعر دخول وهدف وقف خسارة، هاي من هون تيجي. نيجي هون مرة، نيجي على الأصفر الثاني، نيجي أنا بدي أدخل بإيوس سعر العملة 0.143. لما أنا حللت لقيت إنه وقف الخسارة 0. لقيت إنه وقف الخسارة في إيوس 1.40، شايف؟ سعر الدخول أنا حدخل الآن على سعر 0.142، وقف الخسارة على 1.4. 1.42 الدخول، الخسارة على 1.4. هون شو قال لي؟ قال لي سعر أخذ الربح 1.46 أوتوماتيكي، ما بتعدله. ليش؟ شو ليش قال لي 0.1؟ لأنه عشان أنا أربح 2R لازم أخذ ربح على 0.146، يعني عشان أنا أربح اللي هي 0.74 اللي هي بتساوي 2R لازم أخذ ربح على 1.46. فلما أنا أجي أطلع على التحليل على الشمع، انا عندي انا بيطلع لي هذا الرقم، باجي بفتح الشمعات والتحليل بشوف هل سعر الاخذ الربح اللي انا حللته بيساوي 0.146 ولا لا. يعني انا سعر اخذ الربح تتذكروا في البرزنتيشن، هي هون طلع، هي طلع هون سعر اخذ الربح، هون عندنا دخلنا هون، حلو، دخلنا هون اخذ الربح بناء على التحليل 0.2.4 او وقف الخساره 2.3. فانا بحط سعر الدخول وسعر وقف الخساره، هو اوتوماتيكي شو بيعطيني؟ بيعطيني سعر اخذ الربح. فباجي انا برجع على التحليل وبشوف هون على التحليل هل سعر اخذ الربح تمام زي السعر اللي اعطاني اياه، تمام، تحته اقل من، يعني مساوي له، تمام، او اخذ الربح اللي انا حللته اكثر من هذا الرقم، يعني هذا الرقم او اكثر. اذا هذا الرقم او اكثر يعني صفقه مناسبه، اذا هذا الرقم او مناسبة، إذا أقل من هذا الرقم يعني هاي الصفقة لو أنا دخلت فيها ما راح أجيب 0.74، ما راح أجيب 2R، راح أجيب 1R. فهون بصير في مخاطرة، لكن لا بأس إنك تدخل في الصفقة، بصير في مخاطرة لكن لا بأس إنك تدخل بالصفقة. لكن هاي شو بتروح تعمل؟ تعطيك هاي شو هدفها؟ هدفها إنها تعطيك أول إشي، تمام، سعر أخذ الربح بناء على استراتيجيتك اللي هو 2R. إحنا استراتيجيتنا 2R، إحنا دائما استراتيجيتنا 2R، تمام؟ لانه زي ما حكينا هون تتذكر بدنا نخسر كذا وبدنا نربح، بدنا نخسر 5% او نربح 6% وفي عموله وفي كذا، لذلك ضروري تكون 2R، غير هيك حتصفي بالاخر انت ايش؟ خسران. طيب فبعد ما حطينا سعر وقف الخساره شو راح قال لي؟ قال لي هدف البيع من سعر دخول الصفقه 2.9%، يعني هذا 1.46 بعيد 2.9، يعني حتربح انت 2.9% تمام من رأس المال المستخدم في الصفقة، وإذا خسرت راح تخسر 1.4% من رأس المال المستخدم في الصفقة. طب إحنا ممنوع نخسر من رأس مالنا إلا 0.36 من إجمالي ال 15,000. طب كم أدخل؟ لو دخلت في ال 15,000 وخسرت بخسر 1.4%، أنا ما بدي أخسر 1.4%، أنا بدي أخسر 0.3. لذلك أوتوماتيكي هو إيش بيقول لك؟ بيقول لك المبلغ المسموح لك استخدامه الآن 3800
دولار او 25% من راس مالك. يعني لو استخدمت ال 25% من ال 15000 اللي هي 3800 وخسرت الصفقه راح تخسر 0.36%. هذا ال 0.36% تمام، او راح تخسر 54 دولار. شايف مبلغ الخساره متوقع 54 دولار. اذا خسرت ال 54 دولار، هذول 54 دولار بيساووا كم؟ 0.36 من ال 15000. ارجوك وبتمنى فهمتكم يا، معلش شوي معقد انا يعني جدا اسف. طيب هاي هو الفورم اللي احنا بنستخدمه لتوصيات تحدي المليون. يعني احنا بنحط سعر الدخول، بنحط وقف الخساره. شوف لو انا نزلت وقف الخساره 0.2 كم صار مسموح لي استخدم من راس مالي؟ شايف 2% بس من ال 15000 مسموح لي استخدم كم؟ 300 دولار. ليش؟ بس شوف مبلغ الخساره زي ما هو ومبلغ الربح زي ما هو، ما تغير ثابت. وبالمقارنه انا عم بستخدم راس مال اقل ومخاطره اقل. لذلك هاي بسموها البوزيشن سايزنج. طيب عشان اسهل الموضوع اكثر رحت انا عملت لكم شيتس، هدول بتقراهم صف بصف. شايف 0.25 0.5 0.75، بزيدوا ربع بالمية كل واحد لتحت. طيب شو يعني هاي يا طويل العمر؟ هاي اختصار لك لما انت تدخل في صفقات سكالبينج سريعة، ما عندك وقت تحط سعر الدخول وسعر وقف الخسارة. انا بحكي لك من هلا ما عندك وقت، ما حتلحق، بدك تدخل بصفقة بسرعة. لذلك شو بتعمل؟ على طول بتيجي بتفتح هدول وبتقرأ هون اجمالي راس مالك بحدث اوتوماتيكي من هون. فانت لو راس مالك مثلا 1200 دولار، خلص شوف 1200 تحدث في كلهم. طيب اقصى حد خسارة راس المال 0.36، هاي اوتوماتيكي محددة من فوق، انت ما بتعمل اشي فيها، محددة من وين؟ من هون المسحوبة. شايف؟ طيب فلذلك مبلغ المسموح لك استخدامه في هاي الصفقة تمام كامل راس مالك، هي بس اول واحده دائما بتطلع زياده 144%. ليش؟ لانه يعني المخاطره قليله جدا فمسموح يستخدم كامل راس مالك. طيب نيجي للي بعدها، لو سعر وقف الخساره من سعر الدخول نص بالميه ناقص نص بالميه، يعني كم مسموح يستخدم من راس مالك؟ 800 دولار من 1200 دولار، او 72% من راس مالك. شو يعني معدل وقف الخساره من سعر الدخول؟ يعني انا لما اجي احلل وافتح، انا هيك باجي بحلل، شوف طلع لي باجي بحلل هون، هي تحليل حلو فتحته. وقف الخسارة كم بعيد؟ 0.64. بفتح هاي على السريع 0.64، يعني وين؟ يعني بين 0.5 0.75. يعني كم مسموح لي استخدم من راس مالي؟ يعني تقريبا 50%. شايف معدل وقف الخسارة من سعر الدخول ناقص نص بالمية في التحليل، لانه سكالبينج معدل وقف الخسارة قليل مش عالي. في سكالبينج معدل وقف الخسارة قليل مش عالي. يعني شوف هون مثلا معدل وقف الخسارة 0.65، هون معدل وقف الخسارة ناقص 3%. هاي مش سكالبينج، هاي شوف سمعت الاربع ساعات، هاي مش سكالبينج، هاي نيجي لصفحة ايش؟ السوينج. سيبونا من صفحة السوينج نرجع لها بعدين. طيب نرجع لهاي الصفقة اللي هي معدل وقف الخسارة مثلا 0.64 او 65. خلص انا باجي بنزل هون، انا مثلا حللت لقيت والله معدل وقف الخسارة ماينس 27، يعني زي هذيك. يعني شوف مثلا نعتبر انه هاي شمعات الدقيقة مثلا. شوف وقف الخسارة كم؟ ناقص 3.3. فباجي هون أنا بحكي إذا ناقص وقف الخسارة ناقص 3، هاي شايف 3.3 تقريبا 3.25، يعني أقرب لهاي أقرب لهذا الصندوق. يعني كم مسموح لي أستخدم من ال 12200 تبعتي؟ مسموح لي أستخدم 132 دولار، 11%. فاهمين علي؟ هذا الفورم، هيدا الفورم، شايفين هذا الفورم شو راح يعمل؟ راح يساعدك إنك لما أنت تكون مضارب سريع على طول تشوف كم وقف الخسارة وانت عم تعمل تريدنج، بدك تدخل في بمب، بتشوف والله وقف الخسارة بعيد، وقف الخسارة بمب لأنه بعيد 4 5% أو 4%. فعلى طول بتيجي بتدخل هون، بما أن وقف الخسارة بعيد 4% ورأس مالي 1200 دولار، وعندي استراتيجية اللي هي 0.36%، مسموح لي هلأ أدخل في البمب بس ب 108 دولار، أو بس ب 9% من رأس مالي. هاي بتسهل عليك، فبتصير انت تدخل كمضارب بسرعة. فهاي الصفحة بدها تضلها مفتوحة طول اليوم قدامك، طول اليوم. عرفت علي؟ خلص هاي صفحة جاهزة، بدك تدخل صفقة سكالبينج مثلا، انت كنت في الجورنال تدخل في سكالبينج، يا مثلا الصفقة مش مستعجل عليها بتحط والله انا بدي ادخل على 2.43 سعر الدخول، وقف الخسارة 2 فاصلة بناء على التحليل طبعا 2.33. طيب بناء عليها والله انا بقدر استخدم 100 دولار، خلص انا بعدين بس تيجي الصفقة بدخل بستخدم 100 دولار. بس هاي الصفقة مثلا شوف هاي الصفقة مش سريعة ما بتحدث، بس إذا أنت سريع هلأ بتضارب، لأنه أنا سريع جدا وبضارب ما عندي وقت أدخل وأكتب الأرقام حتى، يا دوب بس أشوف على السريع وأول محها، عشان هيك أصلا بطبعها على ورقة. ف
فبتكون مطبوعه عندي على ورقه وخلص، انا على طول بس بتطلع انا والله هاي الصفقه ناقص 2% على طول خلص مسموح لي استخدم بس تمام 14% من راس مالي، لانه ال 14% هاي لو هاي الصفقه وصلت وقف الخساره اللي هو بعيد 2.5% راح انا اخسر 0.36% من راس مالي. حلو، هذا بالنسبه للسكالبينج. نيجي للسوينج. السوينج اللي هو الصفقات اللي شوي طويله، صفقات ساعه واكثر. السوينج نفس الفكره لكن في شايف في اختلافات، خلينا نشوف شو الاختلافات. السوينج تمام كل 10 صفقات بدك تخسرها بدك تخسر 10% من راس مالك، وكل 10 صفقات بدك تربحها بدك تربح 20% من راس مالك. يعني في كل صفقه لو تخسر مسموح لك تخسر 0.86 من راس مالك، وكل صفقه بدك تربح لازم تربح 2.14 من راس مالك، من راس مالك مش في الصفقه. طيب لانه هاي صفقات سوينج، صفقات طويله، هاي صفقه بتصير مره في اليومين مره في الثلاث ايام تمام، هاي صفقات توصيات تحدي المليون، هاي هي صفقات سوينجز تمام. فهاي الصفقات طويله اكثر من ساعه، هلا هاي صفقات دائما ستوب لوس تبعها بعيد. فانت لو سيدي بدك انت تيجي تعمل انت صفقه سوينجز، لانه الاغلب في صفقات سوينجز انت راح تستخدم هاي، تيجي تحكي والله انا بدي ادخل هلا في البيتكوين على سعر 3450 وقف الخساره تبعي على 2900، بقول لك اوكي سعر اخذ الربح 4800 عشان تساوي الاستراتيجيه، مسموح لك تستخدم من ال 50000 تبعتك 5% من راس مالك 2600 دولار، خلص بستخدم بس 2600 دولار. حلو؟ طيب بدي اكون انا سريع اكثر بس صفقه سوينجز، شوف صفقه طويله. باجي هون بحكي والله شوف وقف الخساره بناء على التحليل بعيد عادي، يعني انا عندي صفقات وقف الخساره تبعها ناقص 25 ناقص 30%، انا باجي والله وقف الخساره تبعي بعيد ناقص 25%، تمام؟ كم مسموح لي استخدم راس مالي اوتوماتيك لانه انا حطيت راس مالي فوق اللي هو 50000، هلا مسموح لي استخدم اقصى حد خساره 0.86، مسموح لي استخدم 1720 دولار بس. لازم تلتزم بهاي الشغلات زي اسمك، ما بصير تلعب فيها خلص بالملي بدك تدخل بالارقام هاي، هاي شغله. فالشغله الثانيه اللي هي مهمه انه بعد ما تدخل في الصفقه لا تعدل التيك بروفيت وستوب لوس، خلص دخلت في الصفقه انتهى، بدك تعدل تيك بروفيت ستوب لوس الصفقة اللي بعدها. ما دامك دخلت في الصفقة بتحط تيك بروفيت بتحط ستوب لوس وما بتلمسها، ما إلك دخل فيها، شو بيصير فيها ما إلك دخل، يا بتضرب ستوب لوس يا بتضرب تيك بروفيت بس، ما تغير رأيك وتسحب وتاخذ بروفيت قبل ما توصل الهدف، مثلا طلعت هون تاخذ ربح هون، لا يا بتاخذ ربح هون على هدفها يا بتوصل وقف الخسارة بس، ما فيش بالنص، لازم هيك تمام. هلا في استراتيجيات ثانيه ممكن انك تعملها اللي هي بعد ما يطلع السعر، بعد ما يمشي السعر 50% من الطريق الى الهدف، يعني مشى السعر 50% من الطريق للهدف يعني طلع 5%، ترفع وقف الخساره تبعك من اللي هي ناقص 300 بترفعه لوين؟ لسعر الدخول تبعك تمام. بعد ما يطلع السعر 50% من الطريق الى هدفه، يعني طلع 5% لهون لانه هاي 10%، لو طلع بس 5% خلص الستوب لوس اللي هو كان 3355 برفعه لنقطة الدخول اللي هي 3470، فبصير لو نزلت الصفقة وضربت ستوب لوس بطلع انا مش خسران، بطلع صفر بصفر راس براس تمام. هاي هي القانون الوحيد اللي انا ممكن اضيفكم عليه. هلا في استراتيجيات تانية اللي هي انك تعمل افريج اب، يعني لو نزل السعر اكثر تشتري من تحت عشان تنزل سعر الشراء تبعك، لكن انا ما بنصح في هاي الاشي ابدا، ما بنصح في تعديل حجم الشراء او تعديل كمية الشراء او تعديل سعر الشراء واخفاضه، لانه اذا انت ما بتعرف تستخدمه صح راح تتورط، لانك مشكلة تعديل حجم الشراء انت بتكون مثلا كيف تعديل حجم الشراء؟ انت شريت هون على اساس انه يطلع، حلو شريت هون على اساس بده يطلع، نزل نزل لهون، رحت انت شريت زياده هون على اساس على اساس حجم سعر الشراء تبعك بدل ما كان هون نزل لهون لانك شريت اكثر مثلا من هون، فنزل متوسط سعر الشراء لهون، رجع نزل اكثر شريت نزل متوسط سعر الشراء لهون. مشكله هذا الموضوع انه انت هيك عم بتزيد المخاطره على حالك، عم يعني كل ما بنزل اكثر لو نزل انت عم بتزيد حجم الشنطه اللي انت حاملها على ظهرك، فبتزيد خسارتك. لذلك خصوصا اذا انت مش محترف ابعد عن الافرج اب، يعني اذا نزل السعر لا تشتري عشان تعدل سعر، خلص راحت عليك، اذا نزل السعر تستنى يضرب ستوب لوس تطلع من الصفقه انتهى، او يضرب تيك بروفيت تطلع من الصفقه، بالنص ما بتطلع من الصفقه، لا تعدل الصفقات ما دامك شريت، خلص شريت ودخلت خلص بدك تستنى يا يضرب تيك بروفيت يا يضرب ستوب لوس، اياك تعدل اي شيء خلص انتهى هنا. وهذا هو
انا هيك اظن شرحت لكم كامل الموضوع. اذا عندكم اي اسئله اسالوني، انا جاهز في الكومنتس راح اجاوب عليكم، وراح اعمل فيديو ثاني ملحق لهذا الفيديو اجابه على اسئلتكم اذا كانت اسئلتكم كثير. والله يعطيكم العافيه وشكرا على مشاهدتكم.